أخي تعال إلى رياض تنتشي أتراك. شواطئ مرسى مطروح كثيرة وكلها رائعة. ده شاطئ اسمه شاطئ الهنا، مرفأ لإصلاح المراكب الصغيرة. العسكري بيقول يا باشا ما تصورش هنا. السلام عليكم. الله ينور يا رجال. واضح انهم بيصنعوا مركب. اهلا يا سيدي. اهلا. عارف اسم يوسف ده على اسم مين؟ سيدنا يوسف. اه. بص فتحة ليه كده؟ السمك بيشوف الجمبري. يكون عايز ياكل. يعمل كده ويطلع. معرفش انواع السمك؟ عامل له ايه؟ طب ما هو اللي بيدخل في الازازه. هو الكبيره دي ماتت خلاص. انت كده هتطلع على الانترنت. عارف؟ بص يا معلم سلطان اقولها لك بلدي، ما ترميش زباله. بص رجلك طفل بريء. هنا بدايه الشاطئ بقى، خلاص المرفأ بتاع الشاطئ. الشاطئ هنا مش من الشاطئ المفضلة قوي للناس او المشهورة، بعكس الشاطئ المقابل اللي هناك ده. ده شاطئ رومل الشهير. نلاحظ ان الجهة الشمال في عربيات كتير هناك وفي شمسيات. الناس بتفضل الجانب الشمال لان المياه بتاعته صافية جدا والعمق يعني عمق المياه مستوي في كل ال... محمد دخل. شفت الطائر الرائع اللي خطف سمكه من المياه ده. على الشمال هنا رومل المياه آمنة للكبير والصغير وممتعة وكل حاجة، لا يعيبها طبعا إلا القمامة اللي بيلقيها الناس في المياه وخارج المياه. الجهة اليمين هنا من شاطئ رومل المياه كويسة وكل حاجة زي هنا كده، لكن في عمق يعني ما تقدرش تأمن على أولادك وتسيبهم كده وتسترخي، يعني تفضل طول الوقت يا إما معاهم يا إما عينك عليهم طول الوقت يعني. هنا برضه هنلاحظ ان الشط رائع ولون المياه جميل. في رحلة اولاد هنا، لما بشوف اولاد زي دول للأسف الشديد اول حاجة بتفكر فيها ان انت هتسمع الفاظ بشعة و لا اله الا الله. لسه بقول الواد لازم نعمل صفارة منك لله. السلام عليكم. هي دي رحلة ولا ايه؟ والله انتوا منين يا شباب؟ منين؟ مطروح؟ اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ محمد برضه؟ طب ومحمد يشتم الشتايم اللي انتوا بتشتموها دي؟ انتوا الفاظكم صعبه يا اولاد. اه يعني لا يعني في منكم قولوا لي بقى، انتوا بترموا زباله على الشاطئ ولا بتاخدوا زبالتكم معاكم؟ ليه بقى؟ لو قلت لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه عن النظافه تبقى شاطر. بسم الله ما شاء الله عليك. طب سنه ايه؟ الالفاظ دايما نبه اصحابك يا محمد ان في، بص ست كبيره وزوجها وفي اطفال بيبقوا قاعدين، لما يتقال الفاظ وحشه يبقى شيء كويس ولا حرام؟ هم اساسا عيالهم مش محترمين. ايوه مش كلهم مش محترمين فعلا. لا بس انت صاحبهم ممكن يسمعوا منك صح؟ فانت دايما يعني انت واصحابك اللي بتتوسم فيهم خير تكونوا صوت الحق، يعني لما تشوف حد فيهم بيغلط بالطريقه دي تنبهه تقول له ديننا ما بيقولش كده. احنا كان في واحد عايز يسب الكنيسه، حرام دي من ارجان الله. لا خلينا نختلف. لا مش دي من ارجان الله للاسف. ازاي؟ هم بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا سيدنا موسى. سيدنا عيسى. عيسى صح؟ وسيدنا عيسى اله؟ لا
يبقى هو رب. بيقول اللي هو ابن ربنا. طيب ربنا لم يلد ولم يولد. ايوه شاطر، ما انت بترد على نفسك اهو. يبقى اللي هم بيعبدوه النهارده ده هو دي دين المسيحيه اللي ربنا نزله؟ لا. ولا محرف؟ لا ده في حاجات غلط. طيب خلاص يبقى ده لا هو مش دين ربنا، لكن بصرف النظر مساله ان انت تعود لسانك على السب طول الوقت سواء الكنيسه او يعني حاول تعرف اصحابك الصغيرين دول جايز هم ما يعرفوش ان سب الدين يخرج من المله، يعني بيسب الدين يبقى ايه؟ كافر على طول، ولازم يتوب، لازم يرجع يتوب ويقول الشهاده مره ثانيه كانه لسه كافر داخل في الاسلام. فاهم؟ ربنا هيعاقبك. اه طبعا. فتنبههم الالفاظ السيئه دي ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، يعني المسلم لا بيطعن ولا بيقول فحش ولا بيشتم. صح؟ فدايما انت عارف كده انت هتنزل على الانترنت صح؟ الانترنت؟ اه هتتشهر. اسمك محمد ايه بقى؟ محمد احمد. محمد احمد ايه؟ محمد. مدرسة ايه يا محمد؟ السادات الابتدائية. ده هنا في مرسى مطروح؟ ودول اصحابك في المدرسة ولا في المنطقة؟ وخارجين مع نفسكم كده؟ لا انا كلنا قاعدين يعني امهاتنا انا ام ابويا ميت طبعا. انا اخد من ماما قلت لها انا رايح مع اصحابي. واخد اذن من ماما. اه قلت رايح مع اصحاب الشاطئ قالوا لي. طب بس انت عارف ان في حته غريبه. اه انا ماما هل هم بيعرفوا يعوموا كلهم ولا هم واخدين؟ انا بعرف اعوم بس بحب اخش. لا ما تخطرش طبعا، الموضوع لا يستحق. طالما كده انت بتستمتع هنا هيجي واحد صاحبك يقول لك نشوف مين الاشطر. ما تديلوش. اه بالظبط، الموضوع ملوش علاقه مين الاشطر طالما انت مستمتع. حتى لو هتقعد على الشط خلاص ما تشغلش بالك هم بيقولوا ايه. بارك الله فيك يا محمد، انت مش هتشتم تاني بعد كده صح؟ صح؟ انا مش بشتم. انا عارف يا حبيبي، انا عارف. ماشي يا حبيبي، شكرا لك، يلا استمتع بوقتك بقى. الفيديو تحول لفتنة طائفية عشان تتبسطوا. انا هسلم نفسي لصندوق الجيش اللي هناك ده. مش عايز نصوره. إلا بالله. مصر مليانة ضحك كالبكاء فعلا، ولكن ده لن ينتزعنا من الجو الساحر. النهاردة الجو جميل، في نسمة هواء رقيقة طبعا ظاهرة في الموج. امبارح كان في مطر ورعد وبرق شديدين يعني طول الليل لحد بعد الفجر كمان. للأسف كيس القمامة والشيبسي والبامبرز دائما تفسد المزاج. أعمل لكم فيديو مخصوص عن الزبالة عشان تتبسطوا معايا. أنكم تكونوا استمتعتوا بالرحلة القصيرة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيض من الرحمات في الدنيا وفي الأخرى.